السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا معايا التغييرات اللي طرات على شارع عبد الرحيم بوعبيد، معروف شارع الحمراء سابقا. اما كتشوفوا معايا الجنبات راه بدات كتبان، ها هي فيها الاخضرار وفيها نوع من الاشجار، ما داروش فيها بعدا النخل. وهاد القضيه هادي راه مزيانه كما كتشوفوا معايا. شوف معايا الجنبات ها هما، كنصوروهم لكم. بالنسبه ل ما سميتو، بالنسبه للطريق راه صافي، لا كلش فينا راه دوزوها كما كتشوفوا معايا. دابا هي هي كلش فينا، اللي بقى لهم دابا غير التشوير، وغيديروا دوك 100% غيديروا دوك لي رالونتيسور غيديروهم. بالنسبه لهذا راه واحد رون بوان جديد راه ما كانش، وهذا اذا الشارع راه تقريبا سالا، وغيبقاو غير شي بلايص. كاين دابا هنا دوك لي باركينغ فين كيوقفوا عباد الله، اللهم على يدينا اليمين وعلى يدينا اليسر. الشارع راه كما كنقولوا قالي غير التشوير، ودوك لي باساج ديال لي بيطون ولي رالونتيسور. وهاد الشارع هذا راه مثالي، شارع عبد الرحيم بوعبيد راه شارع مثالي. وهذا دابا مستقبلا يقدر يدوز فيه داك البي اش ان اس. هنا سيدي كاينه سرقتوني وكاينه انوال، تناويت سرقتوني على يدي اليمين وتناويت انوال حتى هي شاد عليها. وكاين المحلات التجاريه كما كتشوفوا معايا هنا، وكاين العمارات. المهم القضيه تسولات في هذا شارع عبد الرحيم بوعبيد. النقطه اللي خايبه هنا اللي غادي نشوفوها دابا نكتشفوها الان، هي هاد المحطه هادي، هاد المحطه اللي كيتشكاو منها الناس فيها الخنز، وجات في السونتر فيل، وما محطه ما والو صراحه. يعني محطه تقادات جو بونس في العهد ديال القباج، ما هادو اللي كانوا قبل منا سميتو العداله، المهم ماشي هما اللي قادوا. ها هي محطه كيما كتشوفوا معايا، هي هادي محطه الطرقيه للمسافرين. هادي خصها تعاد فيها النظر، خصها تكون بعدا في الخرجه ديال المدينه، ما تكونش هنا، خصها تعاد فيها النظر كيما كتشوفوا معايا. هنا المحطه الطريق راه مقاده، الطريقيه يا سلام. الشركه اللي دوزات هنا راه هي اريك، هي اللي شدات هاد الشارع هذا كامل، الشركه ديال اريك شداتو حتى للرونبوان. لان شارع عبد الرحيم بوعبيد راه كيمشي حتى كيتلاقى مع شارع محمد الخامس. اما من هاد الرونبوان هذا القدام راه كاينه فياس، حيت تما من هنا القدام راه من الرونبوان اللي قدام راه كاينه، كاين هذاك البي اش ان اس. بالنسبه لشركه فياس راه صورناها لكم البارح، شكرا لكم على التفاعل. وبالنسبه للناس ديما كنعاود نقولوها، بالنسبه لهاد لي باركينغ هادو راه في القانون راه يمنعهم منعا كليا على البلديه انها تكريهم. وقف عليكم شي واحد ولا شي حاجه، ممنوع انه يوقف عليكم. ولا اخويا ما نخلصليش، ولا هنا راه ديال الشارع. الباركينغ الوحيد اللي كيتخلص فيه هو باركينغ سوتيران، لان هذاك تديرو الدوله ولا كديرو شي شركه خاصه. المهم هذا راه هو سوق السمك، هو هذا. وهنا غادي نوقفو هنا نتغداو شي مسائل. صحاب التلاح راه باقي ناشرين التلاح ديالهم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.